ليه حبكم الإحساس جلها إلى في رمضان؟ Around midnight, way up high, there's an angel in the sky. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم من بعد ما انا وخويا مشينا وسافرنا لساباندا و استمتعنا بالوقت. Opportunities were just across the bridge. The world was more than twice the size, and now I was a kid. Traded in the comfort zone for life, I'm on the edge. I was gaining on my dreams, holding tightly to the pledge to myself. Was quick to move, was waist deep in the sand. We were starving to beat off all the seeds that we planted. Somewhere back a couple of years in the attic, I almost ditched the plan. The ship to work to the label back when the bars were bland. Man of my word, though I followed through on prior engagement. The tip of my tongue not far from the end. جا الوقت غادي يمشي بحالو وغادي يخليني بوحدي غندوز رمضان بوحدي. انا غادا مع هذا الشيء ديال البيسير. ديجا هو داير جوج ديال الجلبات، جوج ديال اللقاح، خاصه بيسير. يعني كون كان داير الثالثه كنظن انه ما خاصهش بيسير. دونك هادشي اللي سامع غادي نمشي ندي دابا يدير بيسير ومن بعد نشوفو شنو نديرو. خليكم معايا. Islakımıza gerek yok mu peki, biliyor musunuz? Başımı yüksek şimdi bir kez size bunu Sabah jdid. البارح دار البسام، مشيت خديت ليه النتيجة أنا في العشية، دست الخدمة، يعني ما بقاش عندي كاع الوقت باش نصور لكم. تلقيت راسي في العشية نسيت نهز الكاميرا ونصور لكم حيت كانوا عندي الخدمة وداك الشيء. دونك اليوم كنتسناو في الدراري اللي غادي يجيو يديونا من هنا للمطار. دونك هو هذا كنتسناو فيهم، دابا جايين في الطريق. واحد الولد سميتو أنس وهيتم، غنعرفكم عليهم قريبا إن شاء الله شنو خدمتي معاهم، واش كنديرو هادشي كامل غتعرفو قريبا. المهم كنتسناو فيهم دابا يجيو، غير يجيو ونمشيو للمطار. عرفتو راه واخا كنبان ليكم بحال هكا، أنا علاش موجدو كلشي حيتاش عندي تصوير. دونك يس نمشيو للمطار. هاي شوفو الدراري وصلوا، نهبط انا هاد لافاليز، خويا تا هو غادي يهبط الاخرى. نوريكم اللبسه ديالي اليوم، شوفوا شوفوا اللبسه ديالي عن قرب هكا. لا ديسيزيون، حنا ها هما جاو الدراري. ها هو انس، هاي هيثم. اشوفوا قريبا اش كندير معاهم انا. اخويا الله جاي ديما معطل، ديما معطلني. المهم جايز احنا وصلنا، شوفوا الزينه ديال رمضان اللي دايرين في المطار. وصلنا، غادي ندخل معاه حتى نرصي وداك الشيء، عاد نخرج ندير الخدمه ديالي اللي عندي هنا في المطار. دونك يا درنا لي ماسك ديالنا وغادي ندخلو. دابا راه حلوا المطار، يعني ما بقاش كيقول لك لا خصك تكون انت بصح غادي عادي عيطوني. يعني ما بقاش داك المشكل ديال انه لا خصك تكون انت غادي عادي عيطو عاد تقدر تدخل. دابا حلوه، تقدر تدخل نورمال. شوفوا في الدخله دايرين هاير لي رمضان نار، يعني رمضان مبارك كريم، جميل جدا. دابا كنتسناو في هذا الصف هذا، غادي نحطو داكشي في البلاطوات ناري. عرفتي هاد البروسيدور ديال المطار المرض. أسامة نحطينا هادشي ديالنا، هو يدخل مع داك السكانر. حنا غاديين دابا نديه نوصل هذا للرويال اير ماروك. هي في الأغلب كتكون ديما في الأخر، كتدخلو مع المطار كدورو على اليمن نيشان حتى الأخر. هاتي زعما محلينا.
طيب دابا غادي نمشيو نعبروا لي فاليز نشوفوا شحال فيهم باش نتاكدوا الا كان شي كيلو زايد ولا هذا نقادوا الامور. بعدا كتكونوا غادي ديما كتلقاو بلايص بحال هكا هكا دايرين كتحطوا هكا لا فاليز. حطها اسامه هكا تحطوها كيعبروها قبل ما توصلوا عندهم في هذا شنو كيقولوا له الشقه ما عبرات اويلي مالها خسره صافي حيد حيد نمشيو شي وحده اخرى. تبارك الله غادي ومازال كيكبروا في هذا الشيء عرفتي شنو مازال غاديين كيكبروا في هذا الشيء ما يمكنش. كان واحد القسط يلاه كملوه مازال ما كملوش من المطار حلوه هاد مؤخرا زاد كبر المهم جو اصلا كان كبير. ها واحد فحال هكا فيها 17 مزيانه ما خصهاش تكون 25 المهم خصهاش تفوت 23 كنظن صافي 20 نايس ما عندناش المشاكل. اذا هادشي احسن حاجه كتعجبني هي فاش نعبر البيزه ما نلقاش مشكل انا مع داك اللي سميتو يبقى يقول لي لا يبدا يفهم عليا زعما لا ما ديريش هادي زايده الكيلوات واخا راهم كيغمضوا عيونات شي شويه كيترشوا مع المغاربه ما عارفيننا كيل كيل شري شري وزيد. هادشي ما كرهتش انا نمشي نطلع مع دابا الطياره ونمشي ناي يا 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 نايس صافي خليوني يلا كنت جايه فرحانين مع الدراري في الطوموبيل مشي عليه الشعبي وداك الشيء اوف عرفتي فاش زادو الشعر الشعبي عاد زادو بحال زادو حقدوني كنقول اوي علاش انا اش جالسه كندير هنا. ولكن دابا نقول لكم شنو شنو واقع المهم دي خويا المن عرفتي شي دابا شي 15 دقيقة وحنا كنتمشاو مازال ما وصلناش لهذيك البلاصة اوف ديال التشيكين عرفتي شنو العذاب علاش علاش مكبرين الدارين علاش عرفتي فاش كيكون صغير بزاف كيكون مريض ما كيعجبنيش اوف كاينه شي حاجه وسط عباد الله عييت ويلي والله ما مازال غادي كنتمشاو يلا دفع البليزات كيف ما شفتو غادي نوصلو جهه البوليس عرفتو راه بنادم اكيد ما عطانيش 100 طلع كيفاش 100 طلع سير فحالك ما كتوحشكش قلت لكم سميتو اش كنت كنقول لهم انا المغاربه حابسينهم كاين اللي عندهم الباس ديال هذا باس فاكسينال ولكن ما دايرينش بي سي ار قال لهم ضروري البي سي ار واخا كاين داك الباس علاش ما فهمتش حتى اسامه نفس الحاجه ولكن حنا سولنا قبل ما نجي قال لك البي سي ار ضروري هي فاش داروا خويا شنو عرفتي الاخرين حاصلين هما دايرين ثلاثه كيفاش ثلاثه دايرين ثلاثه ديال دايرين ثلاثه ديال لي فاكسان وقالوا ليهم لا ضروري حتى البي سي ار مشاو هنا لشي بلاصه يديروا البي سي ار غيتعطلوا غيحصلوا في التشيكين ناري مشكله ضروري فين ما نجي للمطار كنلقى شي مغاربه حاصلين ضروري المهم هذه المعلومه اللي خديت حاليا من هنايا اليوم واخا يكون عندك جوج لي فاكسان ولا ثلاثه لي فاكسان ضروري البي سي ار ما هذا علاش درنا الفاكسان اذا نيسه. المهم انت دابا جيت البوليس نتنى عليه يمشي نخرج انا نكمل خدمتي واحد 15 دقيقه 20 دقيقه اخرى غير ما بين هذيك البلاصه اللي عند البوليس تشيكي البوليس عتو ناري راه كنسخف هم هنا فين كاين البوليس سخفت سخفت ما بقيتش قادره عرفتي بحال كتساري ماشي تريني هو قال هنايا حسن عركت 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 كاين الصهد تاني قال لك ندرت لك ديال سميتو اش كيقولوا لا ديال فاش كنت غادا البورصة ودابا غادي المغرب دابا هذيك البورصة وتوحشتو مشيت عيومين دابا هادشي راه غير يفوت البوليس غيمشي الباب منين كيدخلوا الطيار شو سميتها بالعربيه نسيتها. المهم يلا بسام سلم على بابا وماما سلم على عفاف وشمس
كلشي. يلا باي باي. باي باي. مادام ما مشيتش ما مشيتش فين مشيت؟ نمشيو غيستغون مغربي. شافوني ما مشيتش جايه ندعو الايام والله الا الوجبه الاخيره. الوجبه الاخيره وغتكون مغربيه غدا صايمين. وصلت خويا من ديك اللقطه عندك في المطار وصلت وصورنا شي حاجات بقى في الحبزه اصلا ما خرجتش عندهم حتى بكيت وقديت الماكياج داكشي قلت لهم الو انا ساليت بقى في الحال. ودابا كاين مازال ما مشيتيش ناكلوا ماكله مغربيه. المهم نسد معكم الفيديو هنا. انا غدا للدار نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. تهلاو فراسكم. سلامه. هاي يلا دخلت للدار قلت نسد معكم. دخلت للدار تو حتى ثقيل ما كاينش يعني ولفت خويا بزاف يعني معايا في الدار. دابا قلت يعني نتوانس معكم وكان فيديو صور فيديو ما عرف شنو غادي ندير. الصراحة الغربة صعيبة لو انني طيب وصلوا لاخر ان شاء الله ولا لا يحرمكم من الاحساس ديال العائلة في رمضان و طبلا مجموعة فيها العائلة وكلشي. نفطر بوحدي اول نهار في رمضان ندوز بوحدي يعني ادعيو معايا بالصبر. تخيلوا هنا خويا مشى بوراك مشى قبل من خويا مشات بعدا بابا وماما مشى بوراك ورام مشى خويا بقيت غير انا. المهم ديو معايا وبغيت نقول لكم مبروك عليكم العواشر. مبروك عليكم العواشر. دخلوا ليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو ان شاء الله. وشكرا حيت وصلتو لهاد دقيقة من الفيديو.